يصف طالب في جامعة مدينة فاس وسط المغرب بفخر هذه الجامعة بأنها واحدة من آخر معاقل اليسار الراديكالي لأنها تواجه في الوقت نفسه اكتساحا للإسلاميين. كان آخر مظاهره وفاة طالب في العشرينيات بعد مواجهات دامية، وتعتبر جامعة الظهر المهراز أقدم جامعات في المغرب بعد جامعة محمد الخامس في العاصمة الرباط، حيث تم تشييدها على أنقاض ثكنة عسكرية قديمة يعود تاريخها إلى الحماية الفرنسية، وتبرز للزائر من بعيد أسطح أجنحتها المغلفة بالقرميد الأحمر. ونحن في 24 أبريل كنا على موعد مع تنظيم ندواس كان سيشارك فيها يعني رمز يساري اللي هو الأستاذ حسن طارق ورمز إسلامي اللي هو الدكتور عبد العلي حميد الدين، بالتالي فبالعكس احنا صالحنا، ولكن الخطير هو أن هذه العصابة في الجامعة توظف لصالح أعداء الديمقراطية. ومباشرة يوم الثاني ديال تسريب ديال الخبر المتهم الأول والرئيسي هم القاعديين، قبل ما غادي يكون تشريح، قبل ما غادي يكون بحثه جمع معطيات جمع أدلة أو هذا كان إنزال مسلح، وهذا هو ربما اللي ما هضرتش عليه الإعلام، ربما يطرح أي واحد علامة استفهام دياله ما سير تواجد طالب جاي مكناس لهنايا إلا وجاي مسلح وجايين باش يهجموا على هنايا. ما غاديش نقول على القاعديين وفقط اللي وراه راه مؤامرة سياسية ضد القاعديين، ولكن بقدر ما هي مؤامرة ضد النظام في حق هذه المعركة هذه. ورغم أن هذه الجامعة كمجموعة من المؤسسات الجامعية المغربية الأخرى عرفت منذ بداية التسعينيات اجتياحاً للحركة الإسلامية، لكن تأثير القاعديين وهي تسمية يحملها الفصيل اليساري الراديكالي بقي على حاله في ظهر المهراز. وقد وقعت اشتباكات بعدما حاول طلبة ينتمون لفصيل النهج الديمقراطي البرنامج المحلي منع ندوة بالقوة بعنوان الإسلاميون واليسار والديمقراطية، دعت إليها منظمة التجديد الطلابي الإسلامية، وكان من بين المتدخلين فيها قيادي حالي في حزب العدالة والتنمية اتهم سابقا بقتل أحد الطلبة اليساريين في التسعينيات.